هذا يقول إنه من أهل البيت، يعني من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تجوز له الزكاة لأنه فقير ولا له مصرف، محتاج جدا وفقير؟ العلماء مختلفون في هذا على قولين. القول الأول إنه ما يجوز له يأخذ من الزكاة أبدا إذا كان من القرابة، لا يجوز له إذا كان من آل هاشم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من آل أبي طالب، فإنه لا يأخذ. بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد وجد صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ولما جاء الحسن بن علي وكان طفلا صغيرا، لما جاء وهو صغير ووجد التمر، تمر الزكاة مجتمع، أخذ تمرة فمضغها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجها من فمه، أن يخرجها من فمه ولا يبتلعها. فلا تجوز الزكاة للقرابة مطلقة لهذا الحديث. بعض العلماء يقول إذا كان ماله مصرف، هو الأصل أن لهم الخمس من الزكاة، الأصل أن أهل البيت يعطون الخمس من الزكاة، يكفيهم عن الزكاة. فإذا لم يعطوا الخمس وكانوا فقراء، يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة من أجل الضرورة. وهذا القول أرجح إن شاء الله، هذا القول هو الراجح، لأنهم إذا لم يحصل لهم الخمس وهم فقراء، أين يذهبون؟ الضرورة معلوم لها حكم. نعم.